قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن توضأ نحو وضوء هذا وصلى لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني لم ينشغل فيها وكان خاشعا في صلاته، لم يحدث فيهما نفسه وأثنى على الله بما هو أهله وحمد الله بما هو أهله، قال: إلا خرج من صلاتي كيوم ولدته أمه. مجرد أن يصلي ركعتين، وهذا من فضل الله. ولذلك المسلم حينما يرى مثل هذا الفضل العظيم، يعني تصلي ركعتين لله جل في علاه، لا تحتقر عملا صالحا تقدمه أو تؤديه،